الصوت مش واضح. احنا لسه ما بلش. ايوه تمام، بعتذر. بدنا نصور بس دقيقة كمان، في ناس لسه هيوم بدخل.
تمام، يعطيكم العافية سيادتنا ودكاترتنا، العدد كافي بنقدر هلا نبلش. أنا الطالب، أو شو الصوت مسموع؟ يس مسموع. نعم مسموع. تمام، أنا الطالب يزيد حدادين، أنا لوكال بروفيشنال ديفلوبمنت في جامعة الشرق الأوسط. حابين هيك في دقيقتين أعرفكم شوي عن الجمعية. الجمعية اسمها زي ما بتعرفوا جي بي اس اي، اختصار لجوردن فارماسيوتيكال ستودنت أسوسيشن. الصوت راح اتوقع. تمام، مين احنا؟ جي بي اس عبارة عن جمعية غير ربحية وغير دينية وغير سياسية، تأسست بال 2007. المسؤول عنها اي بي اس اف انترناشونال فارماسيوتيكال ستودنت فيدريشن، بتضم حاليا 4 جامعات، وفي جامعه جديده راح تنضم اللي هي جامعه البتراء. اور ايمز، اول شيء بدنا نزود التواصل والانجيجمنت بتوين الفارما ستودنت طلاب الصيدله في مختلف الجامعات. الهدف الثاني المشاركه في الايفنتات الصيدلانيه العالميه والمحليه، ونكون بارتنرشيب مع مختلف الجمعيات اللي بتسهل عملية توسع جي بي اس. طبعا هذول هي البورد للمانديت 2021-2022. اور بورتفوليو اقسامنا بابليك هيلث، هيوميتيريان، سوشيال، وستودنت تشينج بروجرام، بروفيشنال ديفلوبمنت. بروفيشنال ديفلوبمنت هو التيم اللي عامل السيشن اليوم. هي بروفيشنال ديفلوبمنت تيم، تشير بيرسون له جنى ابو توبه. اهدافنا لل بيرسونال ديفلوبمنت، اول شيء بدنا نعمل فوكس للسكيلز الصيدلاني، نطور من المهارات اللي عنده، سوفت سكيلز ورك شوب. السيشن هاي مثلا عباره عن بيرسونال ديفلوبمنت. الهدف الثاني فارماسي از بروفيشن، احنا عباره عن نطور الفيوتشر رولز از فارماسيست، يعني الشخص بعد ما يتخرج يعرف الافيلبل اوبورتونيتيز اللي له. والهدف الثالث الفارماسي اديوكيشن، نطور المعرفة عند طلاب الصيادلة، لأنه دائما في تحديدات وتحديثات على المعلومات العلمية. طبعا اليوم السيشن تبعتنا Find Your Passion Build Your Career مع دكتورين متميزين، الدكتور يزن والدكتور علي. دكتور يزن المايك معك. مرحبا جميعا، وبحب أشكركم وأشكر أول شيء آلاء اللي تواصلت معي، وأشكر جميع اللي موجودين في جي بي اس اي. إحنا يعني أحكي عن نفسي كيزن وأحكي عن شركة أم أس فارما اللي أنا بشتغل فيها، واللي كانت يمكن واحد من الأسباب إن تعرفنا عليكم. نحن دائما داعمين لكل شيء أنتوا بتسووه، وبالعكس كنت بتمنى لما أنا كنت طالب في الجامعة زيكم كان في جمعية زي هيك ننتمي لإلها، ساعدنا نفهم أشياء كتير ونحن عم ندرس قبل ما حتى نتخرج ونتوجه لسوق العمل. واليوم كان الوركشوب اللي انتم عاملينه بعنوان Passion is the beginning of success، بس نقدر نعملها سلايد شو لو سمحت؟ دكتور هي مش فول سكرين عندك؟ لا اوكي هيك تمام. لا ما عندي مش مبينه، بس اذا انتم عندكم مبينه انها فول سكرين ما في مشكله. لا ممكن اعمل انيبل اديتنج واعمل شو ممكن تزبط. اوكي بس وين الشو؟ رايت كليك. لا على السلايد نفسه رايت كليك. او تحت وين في هاي 90% محطوط؟ هاي ايوه هاي، بس اكبس عليها. اوكي
واضح عندكم؟ Anyways, مش مشكلة. ف passion is the beginning of success صراحة عنوان كتير جميل وعنوان very attractive, ويمكن هو حتى إذا if we can move the slide number two هو quote معروف as well. عشان أنا أقدر أحدد ال passion لازم يكون عندي معلومات, لازم أكون فاهم إيش عم بستناني أنا بعد ما قررت إني أدرس صيدلة. وفي جزء منيح منكم already يمكن صاروا بسنة رابعة أو خامسة يعني قربوا يتخرجوا, وبجوز في ناس حتى fresh graduates وعم بيدوروا على وظيفة. Understand exactly what is my passion, where I want to be, شو الإشي اللي بخليني to be encouraged. يمكن إني درست صيدلة بس هلأ إني وين المجال اللي بدي ألتحق فيه. الصيدلة واحدة من المجالات اللي يمكن وإحنا بندرسها بنكون شايفينها very theoretical, بس once لما دخلنا في سوق العمل, ويمكن زميلي كمان علي بيأيدني, تكتشفوا إنها فيها كتير مجالات وفرص في المستقبل إنكم تشتغلوا فيها diversified. It's not only about what we are under يعني studying في الجامعة, بالعكس في إلها كتير مجالات, وخصوصاً لما رح نحكي هلأ على الفارماسوتيكال كومبانيز بمختلف أشكالها وأنواعها. بنقدر نمشي على السلايد اللي بعده. هاي ولا اللي بعدها؟ لا أنا لسه مبين عندي بس أول سلايد, مش عارف أنا المشكلة عندي. أنا حاطة على السلايد الثالث اللي بيكون واقف حدا و... لا هي it's freezed I think. طب بتحب دكتور تجرب تفتح من عندك؟ رح أعمل كو هوست. أنتوا شايفينها من عندكم؟ لا مو مبينة. أوكي دكتور خليني أعمل كو هوست, أوكي؟ وافتحها من عندك. هاي عملت كوز, هلا بتقدر تعمل شير. مبينة هلأ البرزنتيشن عندكم؟ لا أنا مو مبينة عندي. دكتور يزن يعطيك العافية. أهلا دكتور, في إذا في إمكانية تحضر أول شيء الباوربوينت على الديسكتوب بعدين تطيروا هلأ هيك تمام. هيا بيّن هيك شايفينها؟ بس بيّن هيك واضح. نعم بيّن. ممتاز يعطيك العافية دكتور. تمام ممتاز. هلا انا لما بسال حالي I am a fresh graduate what shall I do, اذا بدنا نحكي على المجالات اللي ممكن الصيدلاني يشتغل فيها فهي متعددة. He can work في community pharmacies اللي كلكم تعرفوها واللي يمكن تدربتوا فيها كمان من ضمن متطلبات التخريج عشان الواحد يعني يتخرج من كلية الصيدلة. وإتس أ فيري نايس فيلد لفي ناس كتير بحب إنه يشتغل في كوميونيتي فارماسي, وخصوصاً إنه عم بيقدم الخدمة. إحنا في الكوميونيتي فارماسيز وي دونت أونلي سيل الميديكيشنز أو البرودكتس اللي في الصيدلية, لا وي أز ويل كان هيلب البيشنتس تو إدوكيت ذيم تو نعطيهم شوية كونسلينج, لأنه أمرات كتير المريض بيكون مكتوب له وصفة الدواء بس بيكون لسه عنده أسئلة كتيرة ما صار عنده مجال يسأل دكتوره عليها. universities في طلاب كتير بحب إنه يكمل directly masters أو PhD ويكون حتى معيد في الكلية أو يصير دكتور بيدرس في الجامعة, وهذا برضو مجال كتير كويس, وفي كتير جامعات حتى بيدعموا الطلاب حتى بيخلوهم يعني يبعثوهم عشان يكملوا الماسترز والPhD على حسابهم as well. وفي طبعاً الhospitals بكل المستشفيات الحكومية والخاصة اللي موجودة عندنا, ويمكن هاي اللي كتير طلاب بتوجهوها اللي بيكونوا درسوا clinical pharmacist, لأنه أصلاً بيكون طموحه من البداية إنه يكون بone of the hospitals ماسك the clinical pharmacy department. وطبعاً برضو بعيداً عن the clinical pharmacist كل مستشفى فيه صيدلية أو أكثر من صيدلية حتى, وبحاجة لصيادلة
to dispense the medications for the patients أو حتى اللي بيحضروا المديكيشنز للإنباتيينز as well. وطبعاً عندنا قطاع كمان كويس اللي هو الـ health insurance companies، شركات التأمين. معظم شركات التأمين فيها عدد كبير من الموظفين بيكونوا صيادلة وبيشتغلوا بالقطاع الصيدلاني. والفارماسوتيكال كومبانيز اللي I hope today we can help you to understand the role of the pharmacist in those pharmaceutical companies. If we look at the pharmaceutical companies في البداية في عنا نوعين عامين خلينا نقول. في عنا شركات الأوريجينيترز واللي هي معظمها شركات أجنبية بتكون الشركة السباقة اللي أول مرة اخترعت هذا الموليكيول اللي صار موجود. يعني أول شركة عملت الإيبوبروفين فكان أوريجينيتر فور هير، وبعدين بصفوا لما بتخلص البيتنسي لهذا الدواء، البيتنسي اللي هو لما بصير مسموح للجينيريك كومبانيز إنها تعمل كوبيز، تعمل إيبوبروفين، كل شركة بتسميه بالاسم التجاري اللي هي بدها إياه. إذا عم نحكي على السوق الأردني كونه نحن عم نحكي على الأردن، فيوجولي هدول الشركات الأوريجينيترز اللي بيكون في إلهم agent أو وكيل موجود في البلد، وهذا الوكيل يوجولي بيكون تركيزه في الأردن let's say أو في المنطقة اللي هو فيها على موضوع sales and marketing، لأنه في كتير أشياء non-commercial functions زي اللي أنتوا شايفينها بهذا السلايد بتكون already عم بتاق البروسس لإلها والأوبريشن بالشركة الأم. يعني إذا الشركة أمريكية، بريطانية، فرنسية، whatever جنسية هاي الشركة. بينما الشركات اللوكال خصوصاً الجنريك، وإذا عم نحكي على لوكال كومباني يعني إلها مصانع موجودة في الأردن، فأكيد حيكون حجم الأوبريشنز اللي بيقدروا يشتغلوا فيه الصيادلة في المستقبل كتير كبير. وهدول هون just few examples للnon-commercial functions. في عنا department كتير مهم اسمه business development البي دي، واللي هو basically ماسك موضوع portfolio management واللايسنسينج. يعني لما بتيجي شركة generic company let's say like MS Pharma عم بدها تسجل مجموعة من الأدوية اللي أكيد في إلها reference اللي هو originator الدواء اللي مالكته الشركة الأم، وبس تخلص البيتنسي تاعته اللي هي usually let's say في الأردن تقريباً 5 سنين، بصير عندنا كل سنة 20-30-40-50 دواء ممكن تخلص البيتنسي لإلهم. نحن كMS فارما أكيد ما رح نيجي نسجلهم كلهم أو نقرر إنه هاي الأدوية كلها تكون موجودة عندنا. دور كتير مهم من أدوار البزنس ديفلوبمنت من اسمهم اللي هو تطوير البزنس لهاي الشركة، هم يساعدوا في اختيار هاي الموليكيولز اللي نحن بدنا نضيفها وتكون في البورتفوليو لإلنا. وهون it's worth كمان إنه أشارك تتعرفوا على مصطلحين يمكن ماشي الكل بيعرفهم، كلمة بورتفوليو وكلمة بايبلاين. لما نقول بورتفوليو هي الأصناف اللي موجودة في الشركة واللي بيقدر أي صيدلاني يشتريها وتكون متوفرة على الرف لأي مريض يقدر يحصل عليها. بينما البايبلاين هو usually الأدوية اللي راح تكون في الشركة in the coming 5 years اللي هي ممكن تكون لساتها تحت الدراسة، تحت التطوير، بعدين تدخل بفيز الأندر ريجستريشن عبال ما تتسجل وتصير موجودة بأور بورتفوليو. Licensing لأنه حتى الشركات اللوكل في إلها دور كتير مهم في تجيب أدوية جاهزة من برا إذا هي ما عندها قدرة إنها تصنعها وتأخذ حق تسويقها والcommercialization لإلها في البلد اللي هي موجودة فيه. That's why business development هو من المجالات اللي كتير صيادلة بحبوا يشتغلوا فيه، وخصوصا إنه يمكن مش موجود في كتير شركات غير الشركات الكبيرة اللي عندها حجم operation ضخم. بس usually هاي ولي يعني مش القاعدة العامة، بحبوا يكون هذا الشخص شوي صار عنده خبرة بالsales and marketing، بس برضو sometimes عم بيكونوا fresh graduates بس هالقد عندهم competencies عالية عم بياخدوهم يبلشوا من البداية يشتغلوا في department اسمه business development.
الديبارتمنت الثاني المهم اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت الار ان دي، واللي هو وظيفته انه يطور هاي الموليكيولز اللي التيم البزنس ديفلوبمنت شاف فيها بوتنشال انها تكون موجوده في الشركه. وطبعا اكيد لكم ان تتخيلوا حجم الموظفين الصيادله اللي بيكونوا بيشتغلوا بالريسيرش اند ديفلوبمنت، وهم الناس اللي كتير حبوا كمان العلم اللي درسوه في كليات الصيدله، عشان معظم شغلهم راح يكون في المختبرات قاعدين بيطوروا الاصناف اللي الشركه بدها تصنعهم. لانه لما الدواء الاوريجينيتر البيتنسي تاعته بتخلص، احنا كشركه لازم ندرس اليه تطويره وتصنيعه عشان يصفي دواء موجود عندنا في our portfolio. طبعا اي دواء ما بيكفي بس انه يكون عندنا قدره ان نصنعه، اكيد في عندنا جيش ضخم ومعظمهم من الفيميلز as well بيشتغلوا بديبارتمنت مهم اسمه regulatory affairs الار اي، وهو تسجيل هاي الادويه. في عنا في الأردن مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الجوردن FDA هي المسؤولة عن تسجيل أي مستحضر دوائي أو غير دوائي داخل هاي المؤسسة قبل ما يكون مسموح لهاي الشركة إنها تبيعه للصيادلة وللمستشفيات. وطبعاً أهم دور بتلعبه هاي الشركة المؤسسة هو إنها تدرس فعالية ومأمونية هاي الأدوية الأفيكاسي والسيفتي. فذاتس واي تسجيل الأدوية في الأردن ممكن يأخذ من سنة ونص لسنتين، وفي له متطلبات عديدة. فذاتس واي بيكون في كل مؤسسة، خصوصاً إذا عم نحكي على لوكال مانيوفاكتشرر، جيش عدد كبير من الموظفين بيشتغلوا في ديبارتمنت الار اي، اللي هم وظيفتهم إنهم يحضروا الملف ويتابعوا أمور تسجيله مع الناس المعنيين في مؤسسة الغذاء والدواء. في عنا كمان ديبارتمنت كتير مهم اللي هو السبلاي تشين، اللي هو مسؤول عن سلسلة التزويد. وهذا الديبارتمنت مو شرط كل الموظفين اللي فيه يكونوا صيادلة، بس في كتير صيادلة حتى بتلاقوهم بيكملوا ماسترز في مجال له علاقة أو بياخدوا كورسز في السبلاي تشين، لأنهم حبوا يكونوا جزء من هذا الديبارتمنت، اللي هو مينلي وظيفته بعد ما الار ان دي والار اي قرروا انه هذا الدواء بده يدخل عندنا، بدنا الرو ماتيريال الاي بي اي الاكتيف ماتيريال اللي بدنا نصنع منها الدواء، بدنا الباتش والبلسترز اللي بده ينحط فيها الدواء. فهاي كلها جزء من دور السبلاي تشين، انهم يشوفوا الموردين والسبلايرز المختلفين اللي بيقدروا يزودونا بهاي الرو ماتيريالز عشان تكون موجودة عندنا في المصنع عشان يبلش تصنيعها. دور كتير مهم كمان للسبلاي تشين يتأكد انه تيم السيلز والماركتينج حط فوركاست قديش بده يبيع من هذا الدواء، عشان ما نيجي مرحلة وهذا الدواء يخلص ويصير out of stock، أو في المقابل نكون صنعنا كميات كبيرة منه وإحنا رح نبيع منه كميات قليلة فيصير عندنا expired. البرودكشن الإنتاج طبعا لكم أن تتخيلوا بكل مصنع أدوية كم الموظفين اللي فيه واللي بيكونوا from pharmaceutical background واللي حابين إنهم يشتغلوا في البرودكشن نفسه. وطبعا حتى معظم الشركات بتلاقوا كمان الهيد أوف المصنع، المدير المصنع أو مدير الإنتاج as well هو pharmacist. جزء من دور شركات الأدوية عشان تتأكد إنها عم تشتغل ضمن المعايير والبراكتسز العالمية وعم تعمل what we call GMP good manufacturing practice، في عنا two important departments the quality assurance وال quality control ال QA وال QC، واللي هم دورهم يتأكدوا إنه كل الأدوية عم تتصنع ضمن المعايير المطلوبة من الأوثوريتيز اللي هم زي مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. والديبارتمنت الجميل اللي مش كتير كان مفعل في السابق بس هلأ صار مانداتوري إجباري على كل شركة أدوية إنه يكون موجود عندها، هو الفارماكو فيجيلنس أو اللي منسميه اليقظة الدوائية، واللي هو دوره إنه يتأكد ويدرس الأدوية بعد ما تنزل على السوق وياخدها المرضى إذا عم بيعانوا من أي أعراض جانبية أو أي مشاكل should be reported في سيستم معروف well known لمؤسسة الغذاء والدواء. بكل بساطة كان الهدف من هاي النقطة إنه عمرات كتير لما الدواء بتسجل بفيز 3 trial وبياخد الـ FDA approval let's say أو الـ EMEA approval بندرس على مئات المرضى،
وانس انه نزل على السوق ممكن يصيروا بيجربوه الافات وملايين المرضى، فممكن تظهر بعض السايد افكتس والاعراض الجانبيه اللي ما كانت مبينه بكل الفيز 3 كلينيكال ترايلز، بينما بلشت تتبين لما نزل الدواء على السوق. وبرضه فارماكو فيجيلانس هو من المجالات الجميله والجديده اللي صارت عم تستقطب عدد كبير من الصيادله انهم يشتغلوا فيها. Now let's move أكتر لموضوع الـ commercial functions واللي هم عندنا جماعة الـ sales والماركتينج، واللي usually ببلش الشخص as medical rep, senior medical rep, product specialist, key account manager, supervisor, business unit manager، بعدين بصير في الـ upper managerial levels عم نحكي على country manager, country director, general manager, cluster head أو chief commercial officer. أي واحد حابب يلتحق في السوق ويبلش يشتغل كمندوب دعاية طبية كميديكال ريب، هذا التسلسل اللي ممكن يعني يوصله في المستقبل إذا ضلوا مكمل في باث السيلز. في ناس ببلش ميديكال ريب بعدين بيكتشف إنه هو حابب يشتغل في الماركتينج، فبيبلش ببرودكت مانجر، بعدين بصير ماركتينج مانجر، بعدين بصير ماركتينج دايركتور. وطبعاً كل شركات الأدوية ومستودعات الأدوية، وزي ما حكينا حتى الشركات الأجنبية اللي لها وكيل هون، ففي عندها بيكون many many people pharmacists working in the sales and marketing وخصوصاً بالسيلز. عندنا ديبارتمنت اسمه الماركت أكسس، وهذا برضه من الديبارتمنتس المهمة، ويوجوالي الأشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا فيه بيكون شوي صار عندهم سينيوريتي أو صار عندهم خبرة في الفارماسوتيكال كومبانيز، وبيكون واحد من أدوارهم الأساسية هو ضمان إنه الأدوية اللي عم تتسجل جديد معروف الديفرنت باث اللي بدها تدخل فيه، وخصوصاً إذا هاي الأدوية تتطلب إنها تتسجل في institution معين عشان تدخل في العطاءات. لأنه طبعاً زي ما بتعرفوا مبيعات الأدوية تنقسم لنوعين، إشي بيخص البرايفت القطاع الخاص، وإشي بيخص البابليك اللي هو القطاع العام. واحد من الديبارتمنتس الجديدة اللي برضو صارت موجودة في معظم الشركات حتى اللوكال فارماسوتيكال كومبانيز هو الكوميرشال اكسلنس، واللي وظيفته إنه يتأكد إنه أداء الناس عم بيكون بالفعالية العالية، واللي يتماشى معه كل يمكن السوفتويرز اللي انتم بجوز تسمعوا فيها، زي موضوع السي ار ام اللي بتلاقوا معظم المندوبين بيكون معهم ايباد يسجل على الكولز الكترونيكلي، وبتنشبك هاي ب سيرفرز معينه بتطلع ريبورتس اون مونثلي بيسز عشان نشوف البرفورمانس ونعرف وين في مشاكل. وبرضه هذا من الديبارتمنتس اللي فيري انترستينج، كثير صيادله بحبوا يشتغلوا فيه. واخر شيء بنحكي على الاستراتيجيك بلانينج والبروجكت مانجمنت، واللي هو لما عم نحكي على شركه لتسي زي ام اس فارما عندها اوبريشن كتير ضخم في عده دول، لازم يكون عندها ديبارتمنت مختص بالاستراتيجيك بلانينج عشان لما بتنحط استراتيجي واضحه يكونوا متاكدين انه عم بيصير لها امبلمنتيشن في الطريقه الصح. ولما عم بيكون في عندنا استراتيجيك بروجكتس اكيد محتاجين ديبارتمنت خاص حتى يعمل بروبر مانجمنت لهاي البروجكتس. اي هوب اني حاولت قدر المستطاع بالتايم فريم اللي معانا اشرح لكم سريعا على الكوميرشال والنون كوميرشال اسبيكت في الفارماسيوتيكال كومبانيز. وكانت آلاء طلبت مني هيك سريعا تو شير وذ يو ماي كارير باث ستوري، فانا حمشي فيها سريعا جدا. أول ما تخرجت بس عشان تكونوا بالصورة قعدت 6 أشهر لغاية ما لقيت الشغل المناسب، فهاي كانت بالنسبة لي أكيد داون. أي واحد بتخرج بيكون بقمة حماسه وبيكون بده يعني يكسر الدنيا أو مفكر حاله هو أحسن بني آدم في الدنيا، بس sometimes no، إحنا بنكون يمكن we are digging in the wrong place أو ما عم نعرف كيف الطريقة الصح لحتى أقدم للشركات المناسبة how to do in my interview. لغاية بعد هدول 6 شهور بلشت as a medical rep في local drug store ومشيت الأمور، وبلشت أتعلم خبرة وأعرف شو يعني medical rep، شو يعني call، كيف يعني أزور دكتور، كيف يعني أجيب طلبية من الصيدلية. وبعدين الحمد لله هذا الشغل لحاله فتح لي شغل، ورحت ميديكال ريب ب يعني شركة أجنبية بمالتي ناشونال كومباني اللي هي شيرينج، اللي هلأ صارت باير شيرينج
شركة ألمانية، ومنها بعدين I moved وصرت product specialist مع شركة روش، يمكن سامعين فيها، وكنت بشتغل على أصناف للأونكولوجي. فبرضو هاي الحمد لله كانت كلها advancement اعتبرتها in my career path. وعشان تكونوا في الصورة، السمعة الطيبة اللي انتوا بكرة رح تخلوها لحالكم، خصوصا الناس اللي رح تشتغل في الميديكال فيلد، هي اللي رح تسهل عليكم هذا البروموشن. لما اشتغلت في local drug store شافني شخص بيشتغل في شركة شيرينج وقال لي انت شكلك كتير نشيط ودائما بشوفك بشارع الخالدي، نحن عنا vacancy وعم ندور على شخص لشارع الخالدي، تقدم. قدمت أول انترفيو، الثاني الحمد لله أخذوني. بعديها صار في تغييرات في شركة روش، وبرضه لقيت حدا من الشركة بحكي معي بيقول لي في عنا vacancy are you interested to apply، وقد كان واشتغلت معهم. بعدين طبعا الحمد لله كنت كملت my MBA وصار بدي أتوجه أكتر للماركتينج، وهذا الكلام ما لقيته في الشركة، وهنا دخلت في فترة إحباط إنه طب يعني فتح vacancy جوات الشركة for product manager وأنا ما أخذوني عليه. ضليت أسعى وضليت أدور، وضل همي إني أنا حابب خلص I worked 8 years في sales I want to move to marketing. والحمد لله بعدين زبطت معي مع شركة MS Pharma، حتى أيامها كانت لساتها المتحدة للأدوية، فكانت local company، فكانت كل my experience بالmultinational، وبعدين I moved to local company، وهنا بلشت أكتشف قديش الoperation الضخم بlocal companies، وقديش دور الماركتينج كمان بيكون كبير، لأنه he is responsible from A to Z about his product، لأنه هو المother company اللي بعدين هاي الأدوية ممكن تتصدر للدول الثانية. والحمد لله خلال شغلي برضو في الـ UPM I got promoted وصرت Group Product Manager، لغاية هون ما صار شوية مشاكل مع الشركة و I decided to leave the company و I started my own career، وكنت حتى بدرس في واحد من الطلاب I guess يزن اللي عرف حاله، يمكن قال إنه بيشتغل في الميدل إيست يونيفرسيتي، درست فيها فارماسوتيكال ماركتينج لفصل واحد بس. بعد هيك الشركة نفسها MS Pharma أسست الهيد أوفيس اللي أنا هلأ بداوم فيه، and they called me back وصرت أشتغل معاهم بمجال الاستراتيجيك بلانينج، وصار لي من تقريباً شهر 8/2017 معهم، وهلأ أنا صرت استراتيجيك بروجكت مانجر في الشركة. What I want to tell you guys, prove yourself to yourself not for others, create your own path to success. ما في محطة واحدة ممكن مشكلة أو ترابل تقول خلص أنا هيك تدمرت أموري، أبداً. ممكن تكون تشتغل بالسيلز قرر تنقل على الماركتينج، فجأة تلاقي حالك تشتغل في استراتيجي، كله بينفذ في بعضه، وبالعكس you are building experience و exposure لحتى تميز حالك. Work hard and keep path in yourself, in your competencies, and keep improving and step over your challenges. ما تخلي التحديات والصعوبات تحبطك، بالعكس امشي فيها، تعلم منها إشي جديد، وطور حالك وطور أدائك بكل المراحل اللي أنت بتشتغل فيها. و thank you so much، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم. يعطيك ألف عافية دكتور، عن جد very inspiring، وحابين نسمع هلأ من دكتور علي خميس عشان بعدين نبلش البانل ديسكشن بالآخر. Sure. البانل ديسكشن تقريبا رح يكون 56، بس حبيت اشوف اذا بناسبكم دكاترة. يس تمام.
دكتور علي أمورك تمام؟ آه سوري I just got disconnected. لا ما في مشكلة. لا ما في مشكلة أبداً. ما لحقتش آخر إشي دكتور يزن حكاه، يعني وصلت لحد ما إنه طلع على المتحدة بالماركتينج بعدين I got disconnected. بعدين رجعوا طلبوك استراتيجيك. بعدين اشتغلت في الاستراتيجيك، فبالعكس هلا حنترك لك المجال. I guess أنت برضو عم تشتغل ماركتينج رايت؟ مزبوط صح. آه أنا حالياً بال yes. بالماركتينج. بس اوف ثانك يو ثانك يو. طيب مبدئيا انا بيسكلي بس خلينا اعمل شير للسكرين، ما بعرف اذا شايفين السكرين تبعتي. يس هيهم واضحين دكتور علي. بس حابه اذكرك بالبانل ديسكشن اللي ان شاء الله حيصير بالاخر، فبدي اشوف اذا 56 دقيقه بيناسبك او لا انه يبلش البانل ديسكشن. اكيد ما في مشكله. طبعا بس انا بدي اسال التشات اوبن فور ايفري ون اور نوت؟ طبعا مفتوح. يس اوكي تمام. هلا انا صراحه يعني اول شيء ثانك يو فور ايفري ون، ثانك يو ثانكس فور جي بي اس اي تو جيف اس ذس اوبورتونيتي. صراحه جماعه الجي بي اس اي نشيطين وعم بيعملوا اكثر من ايفنت، وطبعا شكرا للدكتور يزن for this great and nice talk. صراحة حتى أنا استفدت منها، يعني في أشياء ما كنت بعرف عنها أو functions ما كنتش بعرف شو الـ شو الـ exact خلينا نحكي رول تبعهم بالشركات. أول إشي بعرفكم بحالي، اسمي علي خميس، أنا صيدلاني تخرجت بال 2012، وصراحة حكوا معي الـ JBSA ألاء، يعني حكت معي وطلبت مني أنه نعمل إشي about passion the beginning of success. أنا راح أروح هيك سريعاً. أنا بعرف أنه حتى طلبت من ألاء أنه تبعت لي الريبورت تبعت الناس اللي موجودين، شفت أنه أغلب الناس موجودين هي سنة ثانية وثالثة ورابعة، which is يعني هذا الإشي بيعطي indicator أنه اليوم حتى الناس اللي عم بتكون بالمد أو بمنتصف الدراسة تبعتهم عم بيكونوا انترستد انهم يعرفوا ايش الفيوتشر وورك وايش الاشياء اللي ممكن تستناهم بسوق العمل. اول شيء انا يعني سنس انه هاي ليكتشر عن الباشن، فانا هيك بس حابب احكي بس شوي عنها، عن الباشن وات از باشن. بس بيفور ذات بس هيك راح امر سريعا على الكارير تبعي. انا تخرجت بال 2012 زي ما قلت لكم صيدله من الجامعه الاردنيه، اشتغلت اول شيء از ميديكال ريبريزنتيف بام اس دي، ذن اي جت بروموتد تو سينيور ميديكال ريب، بعدين صرت شيء اسمه سينيور كي اكاونت سبيشالست، ذن بنفس الوقت كنت بفتره من الفترات كنت سينيور كي اكاونت سبيشالست واشتغلت ديجيتال ماركتنج امباسادور، وهذا واحده من الاشياء اللي كمان راح نطرحها اي ثينك بالبانل ديسكشن وات ذا اند اوف ماي برزنتيشن. Then I moved to دار الدواء as a product manager، وهذا واحدة من الأشياء اللي زي ما حكى كمان دكتور يزن، sometimes you need to follow your passion، sometimes you have to sacrifice الأشياء اللي أنت موجودة فيك أو عندك just for the sake إنك أنت to follow your passion. فهاي واحدة من الأشياء اللي أنا كنت عملتها ورحت على دار الدواء as a product manager purely marketing. Then I moved to Abbott recently، يعني من شهر 6 السنة الماضية، مسؤول عن ريجن اسمها ليونا، هي يعني ريجن فيها قطر عمان بحرين أفريقيا وأردن لبنان. طبعا خلال فترتي أنا بالجامعة، وهذا الأشي أنا كمان بوجهه لكم وإشي كثير مهم وإسبشالي حاليا لأنه إحنا بنحكي عن 24 كلية صيدلة حاليا موجودة بالأردن. ما بديش أنا يعني أحبطكم بس الكومبيتيشن كثير عالي، الكاليبر عم بيرتفع، يعني الليفل تبع الناس اللي عم بتقدم للشركات واللي عم بتطلع على سوق العمل عم بيكون الليفل تبعها أعلى من الليفل اللي لما أنا طلعت منه to be honest. وأكيد الناس اللي قبلي نفس الإشي. ليه؟ لأنه عدد الناس اللي عم تدرس صيدلة بيكون عددها أكبر، فبالتالي الكومبيتيشن بتصير أعلى، بالتالي الناس اللي في ناس عم تشتغل لحالها كثير بطريقه كثير كبيره، فبالتالي هذا الشيء بخلي الفرص نوعا ما اصعب، بس ستيل الناس اللي بتشتغل لحالها والناس اللي بتكون جاهزه للفرص اللي بتكون موجوده بسوق العمل they will get it. خلال فتره الجامعه وحتى بعد الجامعه ولحد الان ما وقفت الكورسز والتريننجز اللي انا عم باخذهم، بس هدول بعد ما تخرجت في 3 كورسز هدول
عملوا لي يعني خلينا نحكي تيرن بوينت، كانوا تيرن بوينت بالكارير تبعي. واحدة منهم اللي هو فاندمنتال ديجيتال ماركتينج، وهي كانت من جوجل. واذا ويعني اي واحد فيكم بيقدر ياخذها، اتس فور ثري. وهاي اللي خلتني انا تو بي ديجيتال ماركتينج امباسادور ب ام اس دي. اخذت كمان ماركتينج استراتيجي سبيشاليزيشن من اي اي يونيفرسيتي، وهو عباره عن كورس موجود على كورسيرا. وكورسيرا هو واحد من الويب سايتس الاونلاين ويب سايتس اللي بتقدروا انتم تاخذوا عليهم الكورسز اللي بدكم اياهم. هذا الاشي ساعدني كثير بان تو موف لدار الدواء از برودكت مانجر. حاليا ام دوينج او اوريدي خلصت بشهر 8 السنه الماضيه دبلوما بالديجيتال ماركتينج من يونيفرسيتي اوف الينوي. برضو كمان اتس ان اونلاين دبلوما، وهذا الاشي بخلي العلم اسهل للناس انها تاخده وانها تمشي فيه. اوكي طولت انا شوي بالكارير تبعي. بدي اياكم، بدي هيك تكون انتراكتيف سيشن نوعا ما. بدي على الشات بوكس كل واحد يكتب لي هل درس صيدلة لانه هو حابب يدرس صيدلة، ولا لانها طلعت له، ولا لانه سمع عنها. يس اور نو. اوكي اوكي نايس. طيب انا شايف في كميه نوم منيحه. يعني ذس از يعني طيب هلا راح احكي لكم انا سريعا. شوفوا احكي لكم، اللي درس صيدله هو حابب يدرس صيدله، ذس از سمثينج فيري جود فور يو، وانت راح يو ويل انجوي ات ايفن مور ان شاء الله بعد ما تتخرج وتشتغل. حتى وانا عشان اكون صريح معكم، حتى لو ما اشتغلت استل العلم تبع الصيدله اذا انت بتحبه، you will love it. لأنه أكيد العيلة راح يسألوك، راح يجي حدا يسألك شو الدواء هذا اللي أخده، شو الإشي اللي هذا الدواء، شو side effects، والله فلان عنده هيك، فلان عنده هيك. فبالتالي راح أنت يكون في عندك، خلينا نحكي هاي leverage أو يعني الميزة أنك أنت تتعامل مع الناس اللي حواليك. الناس اللي دخلت صيدلة وهي مش حابة تدخل صيدلة، ممكن لأنه معدلهم ما سمح لهم، أو سوري هذا الإشي اللي طلع لهم معدلهم سمح لهم فهذا الإشي اللي دخلوه، أو أهلهم ضغطوا عليهم، أو سمع عنها فحب يدرسها، whatever. حاب أحكي لك إنه it's not the end of the road. ليه؟ لأنه إحنا الصيادلة في عنا advantage كتير مهمة أو كتير منيحة، إنه أنت اليوم بعد ما تخلص صيدلة أوكي بتقدر تشتغل، بتقدر تكمل إشي تاني غير الصيدلة. يعني بتقدر تكمل بالسيلز، تقدر تكمل بالماركتينج، تقدر تكمل بالقانون، تقدر تكمل بالديجيتال، تقدر تكمل بداتا ساينس. حتى ممكن تبعد كل البعد عن 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 الصيدلة بدراستك أنا بحكي، بس استيل البيس تبعك بيكون صيدلة. فإتس نوت ذا إند أوف، خلينا نحكي ذا رود، بالعكس. You will find sometimes you need to work على الباشن تبعك عشان تعرف exactly what is your passion. Once انت عرفت شو الباشن تبعك تقدر تكمل دراستك حتى بهذا الموضوع. اوكي طيب هلا اول اشي what is passion. يعني اذا بتفتحوا على جوجل بتشوفوا ايش تعريف passion، هو عبارة عن strong and barely controllable emotion. يعني انت شعور it's an emotion، شعور بيجيك انت ما بتقدر تسيطر عليه، ما بتقدر تسيطر عليه بالإشي اللي أنت بتكون عم تعمله. هل لازم يكون عندي باشن أنا عشان أنجح بالحياة؟ هلا رح نحكي عنها، عن هذا الموضوع أكثر. طيب هلا أول سؤال دائما بخطر ببالنا، خصوصا للناس اللي هلا أنت عم تدرس، سواء بالدراسة أو سواء بعد الدراسة. هلا are you passionate about what you do؟ وكيف بدي أعرف، كيف بدي أعرف إنه أنا هذا الإشي أنا عن جد passionate about it أو لا؟ أنا هل الإشي هذا هذا هو الباشن تبعي او مش الباشن او مش الباشن تبعي؟ هلا راح احكي لكم شغلتين. الاولى انه انك كيف تعرف انت اذا هذا الباشن تبعك ولا لا. بكل بساطه انت اليوم عم بتحب الشيء اللي عم تعمله، عم بتحب انك تدرس ماده الثيرابي ليتس سي او الفارماكولوجي بهلا بالشيء اللي انت فيه. بكره مثلا ان شاء الله بس تتخرج اشتغلت، بغض النظر من الاشياء اللي حكاهم دكتور يزن، مثلا اشتغلت بصيدليه، اذا انت بتحب الكوميونيكيشن مع الناس، بتحب الكونسلنج، انك انت تعمل استشارات طبيه للناس اللي تيجي عندك على الصيدليه، وعم بتكون انت كثير حابب هذا الشيء، هيك انت بتعرف انه في عندك انت باشن اباوت ات. بس ما بتوقف بس على الحب الشيء اللي انت بتعمله، توصل لمرحله انك انت
عم بتحاول تطور من الإشي اللي أنت عم تعمل. يعني مثلاً أنت ممكن تطلع بأيدياز، ممكن تكون كرياتيف، ممكن أنت بتصير تفكر فيه دائماً بالإشي الإشي اللي أنت بتعيشه. فمثلاً أنت ممكن تكون ماشي بالسوق بس أنت عم بتفكر، أو بتعمل مثلاً ماشي بالمول عم بتفكر بهذا الإشي اللي أنت الإشي اللي أنت passionate about. هلا في شغلة كتير مهمة إنه أنت you must keep balance. بالانس انا ايش طبعا هنا عم بحكي عن بالانس، عم بحكي عن الباشن فيرسس الاوبسيشن. هلا كثير انتم بتشوفوا الناس مثلا الناجحين بحياتهم، يعني مثلا بشوفوا افتحوا مثلا شوفوا الناس الناجحين بحياتهم مثلا زي مثلا كريستيانو رونالدو، زي جيف بيزوس اللي هو صاحب او يعني السي اي او تبع امازون، زي مثلا ايلون ماسك السي اي او تبع تسلا. هدول الناس somehow مش بس عندهم passion، بوصل لمرحلة بيكون عنده obsession. يعني اللي priority number one بالنسبة له هو الشغل تبعه أو هو الإشي اللي بحبه. هلا إحنا أكيد we need to keep balance. يعني أنت اليوم إذا الباشن تبعك بالرياضة، أوكي، ممكن أنت تكون passionate about the sport بس أنت عارف إنه الكابابيليتي تبعتك مثلاً ما راح توصلك لمكان بعيد، فبدك تحاول تكنترول هذا الباشن بهاي الناحية. بلس إنه الباشن sometimes بيكون بعدة أطراف. فمثلا ممكن تكون أنت عندك باشن بهواية معينة، وبلس أنت عندك وبيكون عندك باشن بالشغل، يكون عندك باشن بمثلا بصحبتك whatever، بيكون في عندك أكثر من باشن. you can keep the balance between them. وأصلا هذا it's more healthy إنك أنت يعني تشتغل عليه. هلا كمان سؤال سريع برضو كمان بدي هيك على الشات بوكس. Can I work in sales and marketing and still be passionate about being pharmacist؟ يعني أعطيكم إياه بطريقة أخرى. هلا اليوم الناس اللي بتشتغل مثلا كمندوب مبيعات، أوكي، هل هو ممكن ضلوا حاس حاله إنه هو صيدلاني وإنه هو passionate about it؟ Yes or no؟ بدي أسمع الأجوبة وأشوف. اوكي، يعني عم بشوف في يس وفي نو في ميبي. طيب هلا عشان تكونوا بالصوره، عشان انا بس اوضح لكم صوره، خصوصا الناس اللي بتشتغل كمندوب مبيعات. الشخص اللي بيشتغل كمندوب مبيعات او ميديكال ريبريزنتيف هو شخص هي ادوكيت ذا دكتورز يوجوالي، انليس انت بدك تلبس خلينا نحكي الهات تبعت السيلز، انت بتقدر تكون سيلز طبيعي. عشان هيك في بعض مثلا المستودعات اللوكل بتوظف ناس عندها ما بيكون صيدلاني وبيقدر يشتغل شغل طبيعي ويجيب السيلز المطلوبة منه and so on. بس on the other hand انت كصيدلاني تقدر اليوم تفوت عند الدكتور او حد وتاخذ الاحترام اللي انت بدك اياه as a pharmacist كصيدلاني من الدكتور، وبتصير reference من ناحية علمية عند هذا الدكتور. فالجواب يس، I can be in sales and marketing. I can be a medical representative. At the same time, being passionate about being pharmacist. هذا الإشي كثير مهم إنكم أنتوا تحطوا ببالكم إنه أنا اليوم إذا اشتغلت as a medical representative، أنا اليوم عم بفوت عند الدكتور وبحكي له وبعلم الدكتور وبكون reference لإله بcertain topic أو certain therapeutic area. اوكي، في شغلة كتير مهمة وهاي برضو كمان بتتعلق بهلا، خصوصا انتم بعد ما تتخرجوا راح تواجهوا كتير صعوبات. وانا بحكي لكم انه يعني هلا الرسالة، يعني صراحة رسالتي انه اليوم اذا انت ما تسكر على حالك اي باب، ضلك خلي كل الابواب مفتوحة. هذا الاشي بيحتاج mindset. في اشي اسمه growth mindset واشي اسمه fixed mindset. بكل بساطة وأنا راح أشرح لكم إياها هيك simply. اللي growth mindset هو الشخص ما بوقف إنه يشتغل على حاله، بضل يشتغل على حاله، بتواجه أول عقبة بحكي it's okay، أنا تعلمت من هاي الشغلة، بدي أرجع أشتغل عليها عشان، وهاي بالنسبة لي experience. أوكي، الشخص اللي بيكون growth mindset بيكون شخص عم بتطلع على الأشياء
على الافورتس اللي هو عم بيحطها، مش رابطها بالريزلتس دائما اللي هي اللي بتكون موجوده عنده. بينما الفيكست مايند سيت هو شخص دائما بحاول انه يثبت حاله بمكان معين، when I feel I'm not good، لما بحس حاله انه هو اندر، يعني مش شخص ناجح لما يتعرض لاي نوع من انواع الفشل. طبعا ممكن تحكوا لي هذا كلام اكيد نظري، بس لا انا متاكد وعم بحكي لكم عن بيرسونال اكسبيرينس، ومتاكد كمان زميلي الدكتور يزن مر بهذا الموضوع. حكى لكم اول ما تخرجت قعدت 6 أشهر لا عرفت شو الباشن تبعي او عرفت المكان اللي انا بدي اشتغل فيه. بكل بساطه اذا لو ما كان عنده الجروث مايند سيت انه تو اوفركم التشالنجز اللي موجوده كان ما وصل للشيء اللي بده اياه. ممكن تحكي لي احنا ايامنا هاي اصعب، ابصر شو ادي اند راح تيجي الفرصه، ولو اخذت شويه وقت راح تيجي الفرصه اللي انت بتقدر تشتغل عليها، وان شاء الله انك تاخذها. عسيره الجروث مايند سيت والفيكست مايند سيت، في كتاب اسمه مايند سيت، هو لدكتوره اسمها كارول دويك. هذا واحد من الكتب اللي غير المايند سيت تبعتي انا شخصيا بكثير اشياء. الكتاب هذا انا بنصح الكل يقراه، مش شرط تقراه كله. الحلو انه هو مقسم لعده اقسام، في مثلا مايند سيت ان ورك، مايند سيت ان بيرنتينج اللي هي الابوه، مايند سيت بالسبورت. ففي كثير مجالات تقدر تقرا انت الشيء اللي انت بتحس انك انت مرتبط لإلك وتقراه منك. الاخر شيء، وهذا كمان السؤال انا صراحه يعني في سيشن قديمه اعطيتها برضو لطلاب الجي بي اس اي على موضوع شو الفيوتشر جوبس للفارماسيست. هلا طبعا اكيد الدكتور يزن حكى كثير مجالات موجوده، بلس انه في اشياء انا بس حابب احكي لكم اياها وبدي اياكم تفتحوا عينيكم عليها، لانه الفيوتشر اوف فارماسيوتيكال اندستري بالعالم كله عم بتغير، خصوصا بالمناطق تبعتنا احنا اللي هي خلينا نحكي الميدل ايست بالشرق الاوسط. الفيوتشر عم بيكون للشركات اللي خلينا نحكي الشركات اللي هي مش لوك، الشركات الجينريك. ليه؟ لانه الشركات المالتي ناشونال البايب لاين تبعها اللي حكى عنه الدكتور يزن، اللي هو الاشياء اللي عم تيجي او يعني البرودكتس اللي ممكن تيجينا عم بتكون كميتها كتير قليلة. فبالتالي الفيوتشر لهاي الأشياء عم بيكون للشركات اللي هي خلينا نحكي الجنريك. At the same time بدياكم تطلعوا على هاي الأشياء وتحطوها ببالكم وتقرأوا عنها أكثر. واحدة من الأشياء اللي هلأ كتير عم بتكون موجودة بكل مكان هو موضوع الديجيتال ماركتينج. إحنا اليوم بالديجيتال ماركتينج نتعامل مع agencies، أوكي؟ specialized بالديجيتال ماركتينج، بس هاي الايجنسيز unfortunately they lack knowledge للبرودكتس تبعتنا. فاليوم بكون واحد شخص ماركتير شاطر بالديجيتال ماركتينج بس ما عنده فارماسيوتيكال باك جراوند، بينما انا لو يكون في عندي حدا شخص شاطر بالفارما او عنده النوليدج والباك جراوند وعنده النو هاو اوف ديجيتال ماركتينج، هذا بيعمل كومبينيشن كثير 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 مطلوب حاليا بالشركات. كمان شغله بدي اياكم تطلعوا عليها اللي هو داتا ساينتست. هلا الفيوتشر رايح باتجاه الداتا او باتجاه المعلومات. احنا اليوم عم بيكون عندنا كميه معلومات هائله عن الكاستمرز، عن الدكاتره، عن الصيادله، عن البيشنتس نفسهم، بس ات ذا سيم تايم ما عندنا ناس تو كلاسيفاي او خلينا نحكي ترتب هاي الداتا بالطريقه الصح ويكون عندها النوليدج او الباك جراوند نوليدج اوف فارماسيوتيكال اندستري. فهاي كمان واحده من الاشياء اللي ممكن تطلعوا عليها. ميديكال رايتر، ما بعرف اذا حدا عمره سمع فيكم عن الميديكال رايتر. مثلا اكيد بتعرفوا موضوع دوت كوم مثلا عندهم تيم كامل ميديكال رايترز. هذول الاشخاص وطبعا كلهم صيادله ودكاتره وهيك، هذول بس مهمتهم يكتبوا مواضيع طبيه. كمان شغله من الاشياء اللي هي لو القانون، الان مع 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 زياده الشركات عم بيكون في عندنا في حدا بعت لي انا مع ويب طب جريت صراحه كثير كثير حلو. القانون كمان هلا عم بيكون شيء كثير بين الشركات، عم بيكون في عندنا
نحتاج محامين، محامي يكون صيدلاني فاهم عنده النوليدج وات ذا سيم تايم عنده الباك جراوند تبعت القانون. فانت اليوم واحده من الماسترز اللي انت ممكن تعملها او ممكن تعمل دبل ميجر اللي هو موضوع المحاماه. طبعا احنا بنحكي اليوم محاماه مش بس على مستوى الاردن، ممكن تدرس انت قانون دولي او قانون شركات او بغض النظر عن هذا الشيء. طبعا ريجوليتوري افيرز او اللي هي اللي هم الناس المسؤولين عن تسجيل الادويه برضو كمان هذا عم التيمز عم تكبر. ليش؟ لانه الريجوليشنز او القوانين عم بتزيد بالدول، فهذا الشيء بيحتاج لناس اكثر وبيحتاج لتيم اكبر. في واحد في كمان شيء اللي هو الام اس ال او الميديكال بشكل عام، ميديكال ساينس تايزون. الان اغلب الشركات 80% حتى شركات الجنريك والشركات اللوكل والمالتي ناشونال كل هالشركات عم بيكون في عندها ميديكال ديبارتمنت. هدول الاشخاص مسؤولين بس عن الميديكال بارت اوف البرودكتس، ميديكال بارت اوف الادويه هاي. هدول الاشخاص لازم يكون عندهم سبيشلي، انا هون بحكي عن الفارم دي او الكلينيكال فارماسيست لانهم مرغوبين اكثر بهذا المجال. الميديكال ساينس ليزون او الميديكال بشكل عام عم بيكونوا مرغوبين لانهم مهمتهم بكل بساطة أنه لازم يكون عنده نوليدج كثير عالية ويكون عنده معلومات كافية يعطي فيها مسجز ويقرأ فيها الستديز ويعرف فيها عن الأدوية أكثر وأكثر. وأنا بهيك بكون خلصت. سوري أنا أخرت عليكم 5 دقائق. بالعكس، يعطيك ألف عافية دكتور عن جد، يعني كلام من ذهب. ومني وعلي أنا بدي السيشن تكون 3 ساعات فعليا ما بكفي. هلأ خلينا ننتقل للبانل ديسكشن. أكيد. أول سؤال عندي لكم إنه أنتوا كيف تعرفوا إنه أنتوا بالمكان الصح؟ يعني أو مثلاً في job opportunity أنتوا هلأ فيها هي كتير صعبة وأنتوا حاسين إنها مثلاً too hard، فكيف تقرروا إنه لا هذا الإشي عم بيطورني ولا هذا الإشي عم يعني عم بتعب على الفاضي أو إنه بقدر أستفيد هاي الاستفادة مكان تاني؟ فأنتوا كيف تعملوا هذا القرار؟ دكتور يزن بتحب تجاوب او اجاوب انا؟ لا طب احكي انا. انا ما سمعت. اوكي. هلا انا صراحه انا برايي يعني انا بسال حالي دائما سؤال انه هل المكان اللي انا فيه او هل الاشي اللي عم بعمله حاليا عم بتعلم منه؟ هل عم بفيدني؟ هل عم بطور السكيلز تبعتي؟ اوكي ممكن انت اليوم تنضغط بمكان معين بس بنفس الوقت انت عم تتعلم. فانا برايي انه هاي واحده من الانديكيتورز، انت عم تتعلم بس بنفس الوقت يو ار انجويينج الليرنينج جيرني هاي اللي انت عم تتعلم. ودائما كمان مش غلط انه الواحد يسال، يعني اول ما عرضوا علينا مثلا اني اشتغل بديبارتمنت اسمه استراتيجيك بلانينج، ما كنت بعرف شو هو الاستراتيجيك بلانينج، فسالت شو المطلوب مني. لما بيعرف الواحد انه وات از ريكوايرد من الجوب وعارف الشخص طبعا شو الكومبيتنسز اللي عنده، فقلت لهم اي ويل تيك ذا تشالنج. بالعكس هو امراض حتى حلو التميز انه الواحد يدور على اشياء جديده، وحبيت اللي كنت عم تورجينا اياه على الفيوتشر jobs for pharmacists. مو ضروري نكون copy paste عن الناس اللي سبقونا عشان كانوا ناجحين فنحن لازم نكون زيهم. We can create something new. وهلأ في opportunities كتيرة رح تبين لسه لقدام لأنه الشركات عم تكبر، الoperation عم بيكبر، الcompetition صورها عم تتغير، والديجيتال ماركتينج فتح كتير مجالات لصيادلة ولغير صيادلة بالميديكال فيلد يبدعوا ويطلعوا يعني creative ideas and solutions لأشياء كثيرة. فalways ask, seek for help and support. يعني إذا عم نحكي على واحد بيشتغل في شركة وصح له opportunity جوات نفس الشركة، مش غلط إنه يسأل عشان يعرف. وإذا كانت opportunity جديدة بيقدم لها، يقرأ الجوب ديسكريبشن اللي موجود في الابليكيشن لما قدم الطلب. وبرضه مش غلط انه يسأل الاتش ار قبل ما يجي حتى على الانترفيو، او يسأل ناس بيشتغلوا في نفس الوظيفة بشركات تانية. اوكي تمام، يعطيكم العافية. هلأ بدي اخذ اسئلة من البارتيسيبنتس لانه كتير عم بسألوا على الشات. ففي سؤال انه من عبد الرحمن بسألكم إذا المعدل جد بفرق بموضوع الشغل. والله يا عبد الرحمن
هل بفرق ولا ما بفرق؟ هلا شوف احكي لك، هذا له يعني انا برايي له تو سايدز. جواب الاول اذا حسب المكان اللي انت مقدم عليه، يعني انت اليوم اذا مقدم على اكاديميك مثلا، شيء اكاديمي او شيء بيحتاج ساينس، طبعا المعدل بفرق اكيد، النوليدج بتفرق. بس حاليا اغلب الناس عم تتجه او اغلب الشركات عم تتوجه حتى بالاشياء اللي بتحتاج اشياء عمليه، بتتوجه لشيء اسمه اي كيو او اللي هو الايموشنال انتليجنس، يكون انت عندك السكيلز. لانه sometimes knowledge is a potential power. انت اليوم النوليدج هي قوه، بس يعني potential، مش عارف كيف اترجم لك اياها، هي potential power. متى بتصير power؟ لما تعرف متى انت تستخدمها. فالجواب بكل بساطه يس، احيانا بفرق. بس في شغله كمان كثير مهمه، اللي هي لازم تكون aligned مع موضوع الذكاء العاطفي او الايموشنال انتليجنس. يس ثانك يو. واضيف بس على اللي حكاه كمان دكتور علي، انه كمان sometimes بتفرق في البوزيشن اللي انت عم بتقدم عليه. يعني بكره حتشوفوا اللي حيحب يشتغل فيكم بمجال السيلز اند ماركتينج، او خصوصا سيلز، خلينا نقول كميديكال ريب كونكم فريش جراجويتس، حيسالوك عن معدلك وعن اي جامعه انت متخرج، عشان just to make sure انه عندك البيسكس موجوده. بس حيطلع على شخصيتك، حيطلع شو ترينينجز انت عامل. لما تكتب في السي في اني انا كنت جزء من جي بي اس اي، definitely this is an added value. لما تقول انك خدمت الكوميونيتي باكتيفيتيز وسيرفيسز مختلفه، definitely this will add. مش بس موضوع معدلك الجامعي، بس برضه لازم يكون مهم كتير، لانه sometimes بتطلعوا عليه جماعه الريسيرش اند ديفلوبمنت، لانهم بدهم واحد يكون theoretically مشبع في المعلومات. يعطيكم العافيه. هلا بس بدي اخذ منكم اذن، اذا بنقدر يعني ناخذ كمان اسئله اذا مش مستعجلين. شور انا ما عندي مشكله. هلا في سؤال من سديل تسال: can we work in industry while we are still in college, or will it make us ahead of ahead in work in the work life؟ إنه هل هذا الإشي راح يعني يخليهم مثلاً advanced أكتر من الباقي؟ شركات الأدوية، نعم، بشركات الأدوية لازم الطالب يكون متخرج عشان officially يكون موظف بالشركة. بس في كتير طلاب، ومنهم معظمهم حتى اللي إجوا عندنا مثلاً let's say بMS Pharma كانوا من JPSA، إجوا متدربين interns، بس استفادوا خبرة وضاف لحالهم على السي في انه يس هو ما بلش، خلينا نقول العداد تبع الكارير باث، وانس انه تخرج هو كان شاطر وهو بدرس بسنه خامسه، كان بلش يفوت على شركات الادويه، يا تدرب في مصنع يا تدرب في الاوفيس مع جماعه البزنس ديفلوبمنت. وعندنا حتى هلا صبيه مثلا بام اس فارما من الجي بي اس اي عم تشتغل مع تيم الكوميونيكيشن في بارت الكونتنت رايتنج اللي كان دكتور علي عم بحكي فيه. هلا انا كمان شغله بدي اضيفها، هل بيعطي هذا الشيء ادفانتج انك اليوم انت اشتغلت وانت خلال انت طالب، بيعطي ادفانتج على الناس الثانيين؟ ديفينتلي يس، فور وان سمبل ريزن. الشخص اللي بيكون معه اكسبيرينس بجو الشغل، هلا ممكن انت ما تكون اشتغلت شيء دايركتلي ريليتد للصيدله، او ممكن انت اشتغلت شيء دايركتلي ريليتد، يعني ممكن تكون انت تشتغل بصيدليه لمده 3 او 4 ساعات، او ممكن تشتغل تدرب بشركه زي ما حكى الدكتور يزن. هذا الاشي بيعطيك ادفانتج على الاذر، خلينا نحكي كانديديتس، ليه؟ لانك انت بتكون عارف، خلينا نحكي فايت بجو الشغل، عارف شو يعني شغل، الريسبونسابيلتي تبعتك تكون اعلى، فالريكروترز او الناس اللي عم بتوظف تاخذ هذا بعين الاعتبار. بلس حتى لو انت ما حسيت فيها، ات ويل امبروف يور بيرسوناليتي. هلا في كمان سؤال من رهف: كل موظف بيشتغل بالشركه لازم يكون تخصصه صيدله؟ إذا عم نحكي على شركات الأدوية بشكل عام أكيد لا. فيهم ناس فاينانس، فيهم ناس آي تي، فيهم ناس ممكن يكونوا from business perspective، marketing perspective، لا definitely. بس في وظائف كتيرة حتى مشترطة نقابة الصيادلة عشان تحمينا كصيادلة، إنه لازم اللي بيشتغل فيها يكون صيدلاني 100%.
في كمان سؤال من عبد الله اللي هو شو هو الريجنال سيلز مانجر؟ اوكي، الريجنال سيلز مانجر هو واحد من البوزيشنز اللي موجوده. بكل بساطه، هلا طبعا كل شركه في عندها مسميات مختلفه عن الشركات الثانيه. هلا انت اليوم بتبلش كميديكال ريبريزنتيف ليتس سي بالسيلز، بعد هيك بتصير سوبرفايزر. السوبرفايزر بكون مسؤول عن مجموعه من البرودكتس او مجموعه من الادويه، وبكون في تحتيه تيم. التيم هو بكون عباره عن ميديكال ريبريزنتيف. بعد هيك مثلا ممكن تصير كنتري مانجر، فانت مسؤول عن الكنتري، مثلا مسؤول عن الاردن. الريجنال سيلز مانجر بالعاده بيكون مسؤول، بالعاده هيك طبعا حسب المسميات تبعت الشركه، بيكون مسؤول عن اكثر من دوله. فمثلا بيكون لتسي ريجنال سيلز مانجر فور ليفانت، اللي هي الاردن لبنان مثلا، احيانا شركات بتحط العراق معها، فبيكون مسؤول عن السيلز بهدول الثلاث دول. ريجنال طبعا احنا ما نحكي ريجنال، عم نقصد انه اكثر من بلد. وسيلز مانجر اللي هو بيكون مسؤول عن السيلز. فبكل بساطه يعني هاي هي. في كمان سؤال من فوينتس من رؤى للفارمدي ستودنتس، will the position in the industrial field be different from pharmacy؟ ايش اختلاف الصيدلة عند دكتور صيدلة بمجال الاندستريال؟ اذا بصير انا اجاوب على هذا السؤال، لاني اذا انا فهمت الاندستريال فيلد يعني عم نحكي على شركة عندها مصنع زي ام اس فارما. طبعا فارمدي most probably إذا عم نحكي على fresh graduate حيبلش زيه زي الفارماسيست العادي، لأنه هو اختار يشتغل في industrial field، ما راح على مستشفى بclinical pharmacy department. بس هلأ إذا هو كان اكتسب knowledge بهالسنة الزيادة اللي درس فيها يثبت وجوده، يس ممكن يكون الكارير advancement لإله أسرع، أو يعطوه فنقول topic صعبة بيشتغل عليها. والله بدنا نطور مولكيول اللي موجود في السوق وregular dosage form، بدنا إياه يعمله extended release ومش موجود له reference، هل بيقدر يعمله ولا لا؟ بمجال الأونكولوجي وأدوية البيوسيم. بس دكتور صوتك راح. كنت بقول أو بمجال الأونكولوجي وأدوية البيوسيميلرز as well، اللي هي بدها حدا يكون داخل ديب أكتر. بس هم طلاب الفارم دي أنا اللي بعرفه يعني، لأنه يعني أنا ما أعرف فارم دي، إن هم الكلينيكال أسبكت عندهم الكتير بيكون أدفانست عن طالب الفارماسي العادي. بالضبط. الاندستريال فيلد إنه بشركات الأدوية حيلاقي حاله، ممكن يلاقي حاله باللي كان زميلنا دكتور علي عم يحكي عنه، اللي هو الميديكال ديبارتمنت أو الساينتيفيك ميديكال لايزون. هذا هون بيعطوه أدفانتج أكتر. 100%. هلا هي طبعا يعني دائما اكيد انتم هسه كطلاب صيدله، خصوصا بالجامعات اللي فيها فارم دي، دائما بتلاقي في معركه بين الصيدله وبين دكتور الصيدله. يعني حتى انا عشتها لايف. احنا دكتور صيدله بيعتبروا حالهم انه ليفل تبعهم اعلى، والصيدله بيحكي لك انه صيدله دكتور صيدله هي نفس الشيء. هلا تو بي اون ستوديو، هلا انا درست صيدله، دكتور صيدله من ناحيه خلينا نحكي علم، they have يعني better knowledge from clinical point of view. They have a strong clinical background, especially السنه اللي بتطلعوها على المستشفى سنه الكلينيكال، هاي بتعطي يعني huge advantage على خلينا نحكي على الفارماسيست من ناحيه الكلينيكال. فعشان هيك دائما الوظائف اللي بتكون ريليتد للكلينيكال، زي ما حكينا لكم، مثلا ميديكال ساينس ليزون، او حتى الاشياء اللي بتحتاج كلينيكال، سواء كانت بالمستشفى، سواء كانت زي ما حكى الدكتور يزن، اشياء سبيشاليزد بايوسيميلرز اونكولوجي برودكتس، هاي بتكون يعني مور ادفانسد، بدها خلينا نحكي اشياء اكثر. هون نوعا ما الرغبه للفارم دي بتكون اكثر، بينما الصيدله they are more advanced in industrial والتكنيكال. يعني خلينا نحكي الفارماسيوتيكالز بشكل عام، هم بيكون عندهم ادفانتج نوعا ما اكثر من الفارمدي. بس هلا نحن عندنا بالاردن انفورشنتلي لسه خلينا نحكي they are almost the same. هلا عم بصير في شويه فروقات عم بتبين، خلينا نحكي الريل نيد فور ذا فارمدي والريل نيد فور ذا فارماسيست. هوبفولي ان شاء الله بالفيوتشر انه يعني حتى نقابه الصيدله يكون في يعني يكون في مسمى لدكتور صيدله، ويكون في له
مسمى وظيفي ومسمى جوا النقابة نفسها. وهاي I think واحدة من الأشياء اللي عم بيشتغلوا عليها يعني الناس الفارمديز على أساس يكونوا مسجلين بالنقابة كدكتور صيدلي. اسمحوا لي أشكركم عشان السيشن كانت خرافية فعلياً. كمية الاستفادة وكمية الكلام اللي حكيتوه يعني عن جد أنا نفسي كتير استفادت، وأصلاً هي من الإيفنتات اللي بسرعة الناس قاعدوا يعبوها واضطرينا نسكرها سريعاً. مثلاً من الأشياء اللي كتير حبيتها اليوم صراحة بس لازم أحكيها، دكتور يزن كتير حبيت لما حكيت عن الفيلز، يعني احنا بنعرف اوكي ماركتينج ان جنرال بس انه ايش فيها الماركتينج، اوكي بنعرف بزنس ان جنرال ايش فيها البزنس، فهاي التقسيمات يعني حلو الواحد يعرفها ويدرسها اكثر عشان يعرف هو يعني وين بده بالضبط يشتغل. وبالنسبه للدكتور علي يعني انا كثير حبيت انه حكيت كيس سمول كومنت هون كمان please. اذا بدكم نقدر نعمل سيشن سبيشلايزد اكثر حتى نفوت تو ديك ديبر المجالات، احنا الوقت ما اسعى انه نعطي هاي الاشياء حقها، لانه فعلا كلنا بنروح من قابل او بنفوت على الشركات واحنا بنبلش نتفاجئ في هيك ديبارتمنت في هيك ناس في هيك بالضبط يس. اصلا احنا يعني هذا هو جبنا احنا كجي بي اس اي انه نعرف طلاب الصيدله على مجالات اكثر، ففعليا ان شاء الله ناويين نعمل سيشنز اكثر تعرفهم على هاي المجالات وماركتينج. اوكي مش بس ماركتينج، انا ايش بالضبط بدي بالماركتينج، فيعني هذا ون اوف ذا جولز. وبالنسبه للدكتور علي خميس كثير مهم نعرف وين الفيوتشر اوف فارماسي، يعني هذا شيء من هلا لازم نبلش نشتغل عليه، يعني انا اذا بدي اشوف انه الفيوتشر السكسسفل كارير هو ديجيتال ماركتينج من هلا لازم ابلش اشتغل عليه، فهاي نقطه يعني جدا جدا كلام ذهب، فشكرا لكم انتوا الاثنين وغلبناكم معنا اليوم وان شاء الله ما نكون قصرنا معكم وبس. والله يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم، يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لحضور الجميع، وشكرا دكتور يزن وجي بي اس اي فور ذس جريت ايفنت. لا بالعكس أنا بدي أشكركم كتير، وبدي أشكركم كمان إضافة لأنكم أعطيتوني هاي الفرصة أكون معاكم، تعرفت على زميل لإلنا بالمجال دكتور علي، يمكن ما صح لنا فرصة من أول إن نكون مع بعض أو نلتقي في أي مكان، شرف إلنا شرف كله إلنا. يعطيكم العافية جميعا، يعني أنتوا هلأ students بكرة حتكونوا زملائنا في نفس الفيلد and wish you all the best. إن شاء الله إن شاء الله دكتور، يعطيكم العافية، شكرا، باي 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 باي.